هذا الدرس هو عبارة عن تكملة إلى الدرس السابق، هنتعرف على الـ variables في الـ root. ببساطة شديدة جدا سوف نقوم بتعريف root app.root. هذا الـ root يسمى user، وها هنا variable وليكن اسمه name. هنقوم بتعريف ان اليوزر نفس الـ variable name بيذهب دي الفيو فانكشن. الديفينيشن او الديفاين يوزر نيم دي عباره عن اسمها فيو فانكشن. هذا هو اليو ار ال او الروت. بعد ذلك ريتيرن هيلو بهذا الشكل، ده عباره عن النيم. في اكتر من طريقه لعرض النيم في السترينج، دي أبسط طريقة. فممكن نسيب الملف ونذهب إلى مباشرة إلى يوزر وليكن. فإذا اليور اللي اشتغل كتبنا هيلو كامل. أي اسم نقوم بتعريفه في هنا وليكن علي، فإذا هذا هيقوم مباشرة بإظهار هيلو علي. ممكن اي اسم او اي سترينج يقوم بتعريفها بهذا الشكل. في بعض الاشياء المهمه ممكن يقوم بتعريف فقط سترينج في الفاريبل، او تعريف فقط اي دي، او تعريف باس او فلوت. اذا في اربع فاريبل او اربع متغيرات يقوم بتعريفها في هذا الجزء. اذا هنا في الفلوت خلينا نشوف مثال توضيحي. app.root لازم اي روت يبدا بالفورورد سلاش، لازم اي روت، ما ينفعش نكتب روت فاضي بهذا الشكل، ده ما فيش روت بهذا الشكل. لازم اقل شيء في الاندكس او المين سايت يكون في فورورد سلاش، وليكن بلوج بوستس، وليكن هنا في عندنا ID of post. define blog of post return this is blog post number. ممكن نقولها هنا بوست. ايضا ممكن نضيف هنا بولد تاج، وعبارة عن HTML تاج. كلام سليم. هنذهب مباشرة الى دايركتوري، وفي المتصفح نكتب بلوج بوستس وليكن نكتب 500. بيذكر unable to connect لازم يكون السيرفر شغال. if name dot اذا هو هنا هنسيف الملف مرة اخرى ونفعل السيرفر. converter id doesn't exist. كلام سليم. not id but integer. اذا هنا في الانتجر هنكتب int فقط يدل على الانتجر، وفي string وفي float. فاحنا هنستخدم الانتجر كبوست، هو عباره عن رقم بوست، رقم بيعبر عن رقم البوست في هذه البلوج. ونفس البوست هو variable اسم الفاريبل بوست هنمرره في البلوج كارجومنت. بعد ذلك هنعرض هذا البلوج بوست نمبر this is blog post number وليكن 500 او هكذا. هنسيف ونحاول نعمل rerun، فإذا اشتغل تمام ونعمل refresh. this is blog post number 500 ولكن 600 نفس الكلام بيشتغل، ولكن this is blog number 54 45. فكده تقريبا غطينا جميع ما يتعلق بالروت في فلاسك.